مرحبا، شو مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله مناح. اليوم جايلكم فيديو جديد من فرقة او قناة فور سوبر ستار. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا لايك، شير، سبسكرايب، كومنت وهاشتاج حملوا تصوير قناة نادي يحيى 50 مشترك او اكثر، لانكم جبتوا لنا الاشتراكات وصار 36. والله شكرا كثير. سبعة بدنا نقول لكم انه احنا بدنا نعمل اسئلة واجوبة، ما بدنا نجيب من عقلنا اسئلة، انتوا اكتبوا لنا تحت، مع انه صارت تزيد التعليقات، فاكتبوا لنا تحت اسئلة واحنا اقترحوا لنا فيديوهات. احنا رح نبطل نحكي اي معلومة لانه بنحرق الفيديو اسئلة واجوبة، لانه تجيبوا لنا اسئلة من معلوماتنا. ويلا نبدأ. اليوم الفيديو رح يكون عن انواع البنات بالاجازة الصيفية. انا البنت اللي بسافر بالاجازة، وانا البنت اللي بعمل شوبينج كل ساعة وكل ثانية، وانا البنت اللي بسهر يعني ما بنام ابدا، انا البنت اللي بقعد على التليفون وبنام. اول نوع اللي هي البنت اللي بتسافر، واللي هي انا لانا. كتير متحمسة اني مسافرة امريكا، صح مسافرة تركيا وكتير استمتعت واشتقت لها، بس كمان امريكا حلوة، هلا بدي اروح على المطار. وبعد مرور شهر وعودة لنا إلى 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 الإمارات، وأخيرا رجعت للإمارات. كثير متحمسة أفتح الشنطة، هاي الشنطة هلا طولتها، هاي اشتريتها من أمريكا، كثير حلوة $50، كثير حلوة يعني، أنا كثير عجبتني، صح شوي غالية يعني مش كثير، بس أنا كثير عجبتني، بتجنن. أنا لو سمحت أنا نفس اللي حجزت اللي بدي أروح على تركيا وأمريكا، بدي أحجز لندن أسبوعين عشان الإجازة 3 أشهر، ولو قعدت بكل بلد شهر يعني يمكن تخلص الإجازة. أنا بدي أسافر زي باريس، فرنسا، هدول كل البلدان اللي أنا نفسي أسافرهم. بدي أحجز بس أسبوعين. أوكي، بدي أروح بكرة الصبح الساعة 7 الصبح. جاهز كل شيء. اوكي تمام. يس كثير متحمسه اسافر، بدي اروح اجهز شويه تعديلات بشنطتي، بتري معناها ظابطه. وهلا دور فاطمه اللي بتروح شوبينج. يلا رايحه المول ده، انا بحبه، في محلته ماركات انا بحبها قوي. لو سمحت هو فين المحلين نيكست وزارا من هنا؟ اوكي شكرا. واو اللبس ده جميل قوي، انا هختار. انا دلوقتي دخلت الزارا وهشتري الشورت ده، بيجنن قوي، جميل جدا. وهشتري كمان حاجات كتير هنا حلوة، انا ممكن اشتري البلوزة دي، ومن نيكست هشتري بلوزة واحدة او اي حاجة واحدة كده وخلاص، اصله انا عندي لبس كتير وجميل، وبعدين انا اصلا بكرة او بعد ساعة هروح اشتري تاني. يلا ودلوقتي انا رايحة نيكست. اوكي دلوقتي هلف وارجع، نفس الشكل زارة بالظبط. ودلوقتي هشتري مثلا حاجتين كده يعني. واو حلوة قوي البلوزة دي، خصوصا ان انا بحب الموديل ده. خلاص كفاية حاجة واحدة، انا اصلا كل يوم هروح الشوبينج، وانا مخططة على دفتري ان انا هيكون عندي اكتر من 50 وحدة او قطعة هدوم في الاجازة دي. اوكي دلوقتي انا طالعة من المول واشتريت 3 حاجات. والنوع الثالث اللي هي دانا اللي بتسهر. ماما قالت لي انه انام هلا، والساعة هلا 3 الفجر، خليني اروح اسهر. انا اليوم بدي اسهر للساعة 9، خليني احضر كرتون. واو هذا الفيلم حلو كتير. ماما اعملي لي بوشار. نسيت انه ماما نايمة. واو زهقت من التلفزيون، خليني اروح اقعد على الايباد.
وبعد مرور 4 ساعات وأصبحت الساعة 7 صباحا. أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح الخير بنتي، أنت قاعدة على الموبايل، أنت صحيتي الصبح وقعدتي، شكلك نمتي بكير زي ما قلت لك عشان هيك صحيتي بكير. منها نأذتني، شو بدي احكي لها هلا؟ نأذتني انا سرت، شو بدي احكي لها هلا؟ وهلا دور مريم اللي هي البنت الكسلانه، مش الكسلانه اللي بتاكل واو يعني كده، يعني بتقعد تاكل وتليفون وكده وتلفزيون، واللي هي النوع الاخير. بعد مرور ساعة من الجلوس على الهاتف، هرجع أنام. بعد مرور ساعتين من النوم، صحيت من الموبايل. وإن شاء الله تكونوا حبيت الفيديو، زي ما قلنا لكم اكتبوا لنا تحت أسئلة وأجوبة واقتراحات فيديوهات، ومع السلامة.